مساء الخير، مساء الأنوار أيها الحضور الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في سهرة اليوم التي تعتبر بمثابة بداية لسلسلة من السهرات التي ستقوم بتنظيمها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بهدف تكريم التراث الثقافي والموسيقي المغربي الأصيل. الليلة سنحتفي بالموسيقى الأندلسية أو موسيقى الآلة التي تعتبر من أهم المعالم التي يزخر بها التراث المغربي، نظراً لما تشتمل عليه من أنغام توارثتها الآباء عن الأجداد، ومن معان سامية يتشبث بها الأبناء والأحفاد، ومن آلات عتيقة ما زال العازفون يحافظون عليها كما يحافظون على الطريقة التقليدية التي كان يستعملها أسلافنا في زمن مضى. متميزة ستكون ليلتنا، سنسبح بين الألحان العذبة والأنغام الشجية، وسنستمتع بتراث أدبي زاخر بالأشعار البديعة والكلمات الرفيعة والأقوال العجيبة، من زجل وملحون يجمع بين رشاقة المبنى وجلالة المعنى وعمق التفكير وحسن التعبير. سنهيم بداية بانصراف قدام رمل المايا، وننتهي بانصراف ميزان قدام العشاق. سيتحفنا بكل هذه الأنغام فرق موسيقية أتتنا من جميع ربوع المملكة، من طنجة، تطوان، البيضاء، فاس، مكناس، تازة، الشاون، مراكش، رباط، سلا والصويرة. 150 عازف ومنشدة ومنشد من خيرة المنشدين، يترأسهم حامل المشعل الأستاذ الفنان محمد بريول. ويعتبر هذا التجمع الفني الأصيل الأول من نوعه من حيث عدد الفنانين. وقد وظفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية إمكانيات تقنية ضخمة وموارد بشرية هامة لإنجاح هذا الحدث الفني الفريد. أتمنى لكم أيها الحضور الكريم مشاهدينا الأعزاء فرجة ممتعة.
Yeah.
Thank you.
أطلب منكم أيها الحضور الكريم مرة أخرى أن تصفقوا وبحرارة. شكرا لكم أيها الفنانون، أمتعتمونا، شكرا لكم كل واحد باسمه. شكرا لكم أيها الخلف المحافظ على التراث المغربي. أكيد أن غيرتنا كبيرة على تراثنا، وهذا هو اللي يعطينا الرغبة في الحفاظ على التراث وعلى طابعه الأصيل، حتى يبقى كالمباني الأثرية الخالدة، ويبقى راسخا وثابتا كالطود الشامخ، يتكلم في تحدي واعتزاز على أصالتنا وعلى حضارتنا الثقافية. يقولون الختام مسك، وسنختتم سهرتنا هذه بالفياشية سيتحفنا بها كل من الفنان عبد الفتاح بن نيس، الفنان مروان حاجي، الفنان سعيد بن القاضي، الفنان أحمد مربوح، والفنان القدير عبد الرحيم السوري. أما أنا فما بقى لي إلا نقول لكم فرجة ممتعة، وإلى إن شاء الله سهرة تراثية ثقافية فنية مغربية أخرى إن شاء الله. Rizqi
عندك أسمع يا أنني قد عشت لا أشرك في وحدتي.
Allah.
انطلقت بفكرة لتتحول إلى حلم، سهرة كبرى للموسيقى الأندلسية يشارك فيها أكثر من 150 عازفا ومنشدا من جميع أنحاء المملكة. سهرة تختلف عن التصور الكلاسيكي للإنشاد والغناء، سهرة بمقومات الإعجاز الفني. لمكان إقامة السهرة الكبرى رمزية خاصة، فلم يكن اختياره مجرد صدفة بقدر ما كان اختيارا منسجما مع حس المولود الثقافي للموسيقى الأندلسية، وهذا ما شدد عليه مسؤول مديرية الإنتاج والبرمجة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. إن تميز قصبة الوداية لا ينحصر فقط في قيمتها التاريخية، بل يلعب موقعها الفريد دورا هاما في هذا التميز، فهي تتوسط المدينة وتطل على المحيط والنهر، ولعل هذا ما يجعلها مكانا ملهما للعديد من الفنانين. فالقصبة تضم الحديقة الأندلسية والعديد من مراسم الفن التشكيلي، وسبق لها أن كانت فضاء لاحتضان الفن والفنانين في العديد من المهرجانات العالمية. اللوجستيك كان تحدي آخر متعدد الأوجه، منه ما هو أمني وتقني وفني، لهذا تعددت الاجتماعات بمبنى القناة الأولى لإيجاد الحلول لجميع المشاكل وإنجاح هذه السهرة التي تدخل في إطار انفتاح الشركة الوطنية على جميع المقومات والفعاليات الوطنية بجميع مكوناتها واتجاهاتها، سواء ثقافية فنية أو تراثية. لم يكن الاشتغال في قصبة الوداية سهلا، لأن الفضاء مفتوح والموقع تاريخي يعج بالسياح والزوار، لهذا جندت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العديد من الطواقم، منها المتخصص في تركيب الديكور وآخر في الهندسة، ومجموعة من الفنانين المتخصصين في المجال السمعي البصري كهندسة الصورة والصوت والنقل التلفزي ثم الإرسال، وكذلك طاقم خاص من الإداريين للإشراف والتنسيق مع كافة المتدخلين، وكذا ضبط الأجندة التحضيرية للسهرة والتي كانت تستمر لساعات متأخرة من الليل. لأول مرة سوف يجتمع 150 عازفا ومنشدا، سواء من الرواد أو الجيل الجديد ومن جميع أنحاء المملكة، يجتمعون في سهرة واحدة وينشدون بصوت واحد من أجل الموسيقى وتفاعل الملايين من مشاهدي القناة الأولى التي سخرت أحدث التجهيزات التقنية ذات الجودة العالية، سواء في مجال التصوير والنقل لإنجاح هذه السهرة الفنية الكبرى. بداية وصول الفنانين والموسيقيين تكون ساعة السفر قد دنت للاستمتاع بالموسيقى الأندلسية وسط هذا الفضاء الساحر لقصبة الوداية التي تغري الزائرين والحضور بأخذ صور تذكارية تؤرخ للحظة وللزمان والمكان. أما عامل الوقت فكان أكبر تحدي أمام مسؤول القناة الذين كانوا يتابعون ويراعون الجزئيات التقنية الفنية. دائما الأفق دائما الأسبق. كنعتبر هذا الحفل التاريخي المتميز لأول مرة بمجموعة كتضم أكثر من 150 عازف في فضاء الوداية. الجيل اللي مشاركة كاين جيل الناس اللي والجيل ديال العبد الضعيف والجيل اللي مورانا، فهذا دليل على أنه استمرارية الحمد لله كينا. سعيدة طبعا أنني كنشارك اليوم في هذا الاحتفال الضخم في هذا المنتخب اللي هو منتخب من طقم جديد، منتخب للموسيقى الأندلسية للمحافظة على هذا الكنز الذي نفتخر به جميعا كمغاربة، وهذا العمل الجبار الذي جمع بين يعني عدة رواد من الموسيقى الأندلسية من أحياء المغرب، وهذا ما يزيدنا إلا فخرا واعتزازا، وهذه الحقيقة هذه الشيء اللي كيخص يكون، لأن هذا الكنز اللي عملنا التامين
لا يوجد إلا عند قليل من الشعوب. كنقول تبارك الله على يعني الطاقم التقني كله ديال الإذاعة والتلفزة المغربية ديال القناة الأولى اللي حقا بذات واحد المجهود كبير. بداية فعلية من العد العكسي قبل الانطلاقة الفنية بل الشاعرية لعالم الموسيقى الأندلسية. الجو بين أرجاء الحديقة شاعري، والمكان يذكرنا بليالي الأنس الأندلسية، ويسافر بنا الحنين إلى تلك الحقبة من زمان زرياب. الغناء والموسيقى تملأ فضاءات قصر الأندلس. آخر الترتيبات للطاقم التقني وآخر لمسات الموسيقيين، وتنطلق السهرة الوطنية الكبرى للموسيقى الأندلسية. انتظروا على الأولى.